أعزائي الطلبة، نلتقي بكم في قناة سامراء الفضائية ضمن دروس المراجعة للصف السادس الإعدادي مادة التاريخ. درسنا لهذا اليوم هو الدرس الأول الذي نتناول فيه العراق في العهد العثماني عام 1534 إلى 1918، ويبدأ هذا العهد بدخول السلطان سليمان القانوني إلى بغداد وطرد الصفويين الذين كانوا تحت سيطرة كانت بغداد تحت سيطرة الشاه إسماعيل الصفوي منذ العام 1508 إلى 1534 للميلاد. وسنلاحظ في هذه الفترة التي استمرت حوالي ربع قرن كيف كانت السيطرة الصفوية على العراق وخاصة المناطق الجنوبية والعاصمة أو الولاية بغداد. هنا كان العراق تحت سيطرة الفرس الصفويين، فدخل السلطان سليمان القانوني من طريق الموصل حتى وصل إلى بغداد، واستطاع أن يقضي على طهماسب وهو ابن إسماعيل الصفوي. إذن السلطان سليمان القانوني السلطان، هذا تعريف العثماني الذي قضى على طهماسب ودخل بغداد وضمها إلى حظيرة الدولة العثمانية. طهماسب سيطر على بغداد بعد وفاة والده الشاه إسماعيل الصفوي، ولقب أيضا بالشاه، وكان ذلك عام 1524 للميلاد إلى 1530. وهنا حقيقة يكون تساؤل، بعضهم تذكر المصادر أن بعضهم يقول كانت السيطرة إلى عام 1529، والبعض الآخر يقول إلى عام 1530، ولكل مصدره الذي يعتمد عليه في ذلك. إذن طهماسب هو الشاه، أو نستطيع أن نقول ابن الشاه إسماعيل الصفوي الذي سيطر على بغداد منذ عام 1524 إلى عام 1530. هنا يتصدى له ذو الفقار ابن نجود هذا الشخصية، كان من الكرد الأفويلية الذي تصدى للشاه طهماسب وقتل على يديه. بعد مقتل ذو الفقار فرضت القوات
الصفوية سيطرتها على بغداد، ومرت فترات طويلة من هذه السيطرة إلى قدوم بكر صوباشي ضابط الشرطة الذي سيطر على بغداد عام 1621 للميلاد. في عهده دخل الشاه الصفوي عباس وأراد الشاه الصفوي الذي قام بقتل ضابط الشرطة بكر صوباشي ودخل بغداد. بعد دخوله بغداد نلاحظ أن هذا الدخول كان بالتعاون مع محمد ابن أبي بكر الذي سلم مفاتيح القلعة للشاه عباس الصفوي. هنا كانت هذه السيطرة والتي دامت حوالي 10 سنوات من 1628 إلى 1638، ويأتي هنا دور السلطان مراد الرابع وهو السلطان العثماني الذي دخل بغداد بعد معارك مع الصفويين واستطاع السيطرة على بغداد وطرد عباس الصفوي منها. نلاحظ في هذه المعارك يستشهد الصدر الأعظم محمد باشا الطيار الذي الصدر الأعظم الذي استشهد في الدفاع عن بغداد ضد الصفويين في عهد السلطان مراد الرابع. هنا أعزائي الطلبة يتم تعيين مصطفى باشا صدرا أعظم، وهو الصدر الأعظم الذي وقع معاهدة إذهاب مع الدولة الصفوية. ما هي راح هنا يعني يأتينا سؤال، ما هي معاهدة إذهاب؟ معاهدة إذهاب هي المعاهدة التي وقعت بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية، بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية. وفي هذه المعاهدة أصبح
العراق تحت السيطرة العثمانية. هناك أعزائي الطلبة عندنا ملاحظات على معاهدة إزهاب. ما هي الملاحظات؟ على معاهدة إزهاب الملاحظات على معاهدة إزهاب 1639 للميلاد. أول ملاحظة أعزائي الطلبة على معاهدة إزهاب، هناك أراضي كانت حسب معاهدة 1590 تحت السيطرة العثمانية وأصبح قسم منها تحت السيطرة الصفوية. إذن الملاحظة الأولى أعزائي الطلبة أن هناك أراضي كانت تحت سيطرة الدولة العثمانية تم التفريط بها وأصبحت تحت السيطرة الصفوية بعد أن تم التفريط بها. الملاحظة الثانية، العشائر الكردية، العشائر الكردية قسمت أراضيها بين الدولتين العثمانية والصفوية، فأصبح قسم منها ضمن حدود العراق وقسم ضمن بلاد فارس. الملاحظة الأخيرة أعزائي الطلبة أن عشيرة الجاف الكردية وعشيرة الفويلية أصبحت العشيرتان قسم منهما ضمن حدود بلاد العراق والقسم الآخر ضمن بلاد فارس. إلى هنا أعزائي الطلبة نأتي إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، نلتقيكم في درس قادم. مع تحياتي لكم وتمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق مدرس المادة محمد نوري محمد، وإلى لقاء آخر.